أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ومعنا اتصال بهالحلقة سمية الشرمان. مساء الخير يا سمية. مرحبا مهندس شعروق، مرحبتين يا سمية، كيف حالك؟ يا هلا، شو أخبارك؟ الله يخليك، طمنينا عنك. والله الحمد لله. مهندس شعروق مش سامعك كويس. طب غيري مكانك عشان أيوة تسمعيني. هيك كويس. مهندس شعروق بالله تفضلي. عليك، أنا بناشد أهل الخير إنهم يتبرعوا لي بإشي إلي ولأمي. نعم. لانه بتعرفوا قسما بالله مروحه ما عندنا، والحم والهذا، عارف الحجه هنا كونها مقعده، يعني شو بدي احكي لك؟ نعم. ولحد الان يعني لا اقول لك، لا من اهل المزار ولا من اشي حدا تبرع لنا بهذا الاشي. يعني بدك مساعدة يا سمية. يا ريت يا مهندس عروب، والله العظيم الي مرافعه بالمدينه، ما معي ايجار الطريق يقطع المدينه. انت مش كنتي بتشتغلي سمية؟ بتذكر انه انت كنتي بتشتغلي، ما هيك؟ كنت بشتغل عملية وطن بقصر العدل، وبتعرفي عشان عملت العملية وشي هسه ما بشتغل. اها، كنت بتشتغلي على نظام المياومة يعني، مش فعليا؟ مياومة، مش انه يعني هذا نعم. موظفة حكومية، لا شركة. طيب يعني هي صوتك على الهوا سمية، يعني انا بعطيك كل المجال تناشدي اهل الخير، والله يعينك ويعيننا ويعين الناس اكيد. عادي، مش انا مش زي مرة لما ناشدت إيه الخير عشان عرب أمي، ما قصر الشيخ مريان، والله العظيم جاب لي إياها للدار. بنوجه له تحية أكيد، الشيخ أبو سامي دائما متواصل معنا وبيساعد الحالات اللي بتنطرح في والله البرنامج. يعني جاب لي إياها للدار، وأنا بشكره كثير مش شوية. نعم. ويا ريت يا مهندس عروب يعني توصلي صوتي لرجال الأعمال، للجمعيات الخيرية. سمية والله بدي أسألك سؤال يعني خطر لي هلأ. هلأ هديك اليوم كنت عم تحكي معي بتقولي لي إنه أنت رحتي بدك تستلمي طرد خير وما أعطوكي طرد الخير. وقسما بالله، وشهر رمضان الفضيل هسه اجيت كمان اقول لك، من بام زراعه، مديري زراعه اربد كانوا بوزعوا مكتوب عليهم طرود الخير. ان نزلت من التاكسي بقول له يا اخوي، بقول رايحات للجمعيه الخيريه، مسكت التليفون وحكيت مع رئيس جمعيه المزار الشمالي بدون ذكر اسمه، وقلت له بالله عليك يا سيدي، اذا انه اجاك طرود خير انك تحسب حسابي وحساب امي. ولو بقول لي والله العظيم لحد الان ما وصلني اشي، مع انه اقول لك طرود الخير لما بتيجي تتوزع على القرايب. انا بحكي لك وصوتي على الهواء والكل يسمعني. نعم. هلا ما حدا جاب لك ولا طرد خير لا يا برمضان؟ اقول لك، ما ولا حدا، لا جمعيه المزار ولا إيش، الا اجوا علينا باول رمضان ناس من صندوق بتعليم القران الايتام جابوا لي طرد واحد من عمان مش منهم يعني. مع انه قديش بيتبرعوا لجمعيه المحافظه، صندوق الزكاه، لصندوق الايتام. نعم. يعني هسه الكربونات اللي طالع ب 50 دينار عشان تشتري من المؤسسة، حكيت معاهم امبارح بقول له لحد الآن والله العظيم ما وصلنا، هم موزعينها. هي على ما يبدو بأن الطرود تعطى لمن لا يستحقها وليس بقول بحاجة لكم قسما لها. بالله مهندس عيوب انهم للقرايب بتوزعوا. شكلهم بياخدوها للأقربون يعني أولى اقول لك بالمعروف. بيجي مهندس عروب بقول له لك، بقول هذا ابن عمي وهذا ابن خاله، هذا فقير هذا فقير، بكون ابن عمه وابن خاله، وبس ياخذوها بروحوا بيتقاسموها مع بعض. نعم. وانت هديك اليوم كنت بتحكي لي سمية انك رحتي تستلمي طرد خير وواحد اخذه وباعه للسوبر ماركت وانت وقسما بالله بتتفرجي. قدامي باعوا للسوبر ماركت. نعم. طيب سمية صوتك على الهواء، أنا بدي أشكر دائما تواصلك مع وصل صوتك، الله يعينك ويفرجها عليك ويفرجها علينا وعلى كل متضايق. ويعني ما بعرف موضوع يعني هو طرود الحل الوحيد الخير. مهندس عروب ان نوصل صوتنا عن طريقك، يعني ما فيش بنحكي معي الحقيقة نفس الشيء، فلان تبرع لفلان وكله كذب. لا بس انت معانا يا سمية، ما في كذب، انت كل لا لا قضية انا سمعت طرحتيها انا السؤال كان تابعتها كرسي انا لامي، شخصيا. والصراحة ما قصرتوا. انا يعني كل موضوع انت بتطرحيه، مش انت بس يعني تحديدا، انت واي شخص بيتصل في منبرنا انا شخصيا بتابع موضوعه، لا ما لا قصرنا الحقيقة معك انتوا نهائيا. معاكو الصراحة اقول لك، يعني طلبت كرسي متحرك لوالدتي رأسا، ما فيش 24 ساعة كان عندي، بس امي اللي خلفوا وعدتوا معاي، اللي قال العدوان اللي تبرعوا لي ب 20 ليرة وما صدقوا فيه.
يا سمية، يعني هم ما قصروا، طلبوا رقم حساب يحولوا لك عليه. بغض النظر، احنا ما بدنا نشهر بالعالم يا سمية، لا يعني انا الناس، بشكرهم يعني معلش انهم بس اسمحي لي هلا، بعد. انت ما انت قصدتي من برنا، احنا ما قصرنا معك يا سمية. وبعدين لا احنا لا يعني انتوا ما بنحكي، بس قصرتوا اسمحي يعني. لي، معلش تسمحي لي، احنا ما قلنا سيف نهت فيه على العالم. هلا اللي بيسمع قضيتك على الهواء هو ليس مجبر انه يحكي تلفون ويكذب، او بده مثلا يعني يعيشك الدور انه هو بده يساعدك، الا اذا ما كان هو حابب يساعدك. لكن بغض النظر، احنا عم نطرح حالات وعم يوصلها لا الناس مساعدات مخيفة. انا لا بدي اشكر وانت اتصالك كمان سمية، اسمحي لي. شكرا لاتصالك وتحياتنا لإلك، متواصلة دائما معنا. معانا أم نزار، بناخدها وبعلق على الموضوع. أم نزار، مساء الخير. الصخير اختي، مساء السلام عليكم. الخيرات. وعليكم السلام. والله انا حابة اشارك ببرنامج. تفضلي انت على الهواء. انا ام لخمس اطفال، عندي اكبرهم توجيهي نجحت، جابت معدلها 88. مبروك. والله وضعي المادي، انا ساكن انا واولادي لحالنا الخمسه، عندي خمسه اولاد وانا سته، عايش ببيت، والله مقصور علي ايجار بيت. وين زوجك؟ انا ساكن بصوفره، يعني انا توقعت على رقم تليفونكم من بس مندوبكم ايمن دقيقة العطيان. يا أم نزار، نعم زوجك وين؟ وين زوجك؟ جوزي والله ما بيصرف علينا ولا بنفق، هو له راتب ضمان واشتكيت عليه على الضمان نزل لي 46 دينار، وعايش انا واولادي على 46، ولا بصرف علينا ولا بروح علينا على الدار، عايش انا واولادي لحالنا ومش قادرين، حتى الناس عشائر عليه بيهاوش عليه وبدون فايده، مش مفكر بينا بالمره. الا نزل لي من الضمان 46 دينار، عايش انا واولادي على 46 دينار، والكل الجيران يعرفوا، يعني الكل بيعرف حالتي. انا حابه ادرس بنتي، حابه بنتي تدرس جامعه، ومعدلها علمي 88، يعني مش عارف. انا اسد اهل الخير يساعدوني بدراسه بنتي، يعني ظروفي انا واولادي خلها عجال، بس انا اهم شيء بحياتي بنتي يعني تكمل جوزك ايش دراستها. بيعمل يا ام نزار؟ جوزك بشم هوا مثلا؟ يعني ما عنده خمس اطفال وهو مجبر انه يصرف عليهم، هو وينه؟ مجبر انه يصرف عليهم، انا معاكي، بس اقول لك اشتكيت عليه بدون فائده، وكل الناس بدون فائده، ولا بيروح على الدار ولا بيسال عنينا، يعني مستاجر بيت، مقصور عليه جر بيت، مقصور عليه مي، مقصور يعني عليه هو كهرباء. مطلقك؟ هو مطلقك يعني؟ ولا مطلقه، ولا انا مطلقه، ولا انا معلقه، قلت طب ارفعي عليه المثل. قضية يا اختي الكريمة، لانه حرام يعني. والله رفعت عليه قضيه، والله ركضت، والله العظيم ما انا محصل شيء، الا 46 نزلني من الضمان ولا محصل شيء. والله اللي وصلني فيكم مندوبكم ايمن عطيان، جزاه الله خير. طيب ام نزار، نعم زوجك يعني احنا ما فينا نساعدك باي طريقه كانت. هلا جوزك ما دام انه بياخذ من ضمان وبياخذ وبياخذ، ما فيش يعني قانونا ما في له مجال قانونا، نساعدك. خليني اقول لك، هو راتبه من الضمان 180 دينار، اشتكيت عليه نزل لي ضمان 46 دينار، ويعني هو مش مبين اصلا، مش مبين، وكل الجيران يعرفوا، اللي 10 سنين ساكن بالحي هذا اللي انا بسافره، وكل العالم تعرف، يعني جيراني كلهم يعرفوا. ما بعرف يعني اذا ماشي اهل الخير اذا يقدروا يساعدوني. طيب صوتك على الهواء أم نزار، شكرا لاتصالك، عفوا. تحياتنا لك. تعليقا على موضوع طرود الخير اللي كنا بنحكي فيه من شوي، دكتور نضال عنايه من ابو ظبي بدي اوجه له تحيه، بعت لي: الا يعلم من يقوم بتوزيع الطرود الخاصه من اهل الخير انه من لا يوزعها للمحتاجين يعتبر بانه سارق، لا حول ولا قوه الا بالله. ويا ريت تتابعي مهم تعرف صندوق الفقر الخاص بفقرائنا بالاردن وخاصه من قبل المغتربين. يعني هي مبادره احنا حكينا فيها من فتره، احنا والاخ فيصل العمري والاخ حلمي الطوالبه، وهيك دكتور معانا يعني بتنسيق من المغتربين، ان شاء الله انا نقدر نساعد هالحالات الكتير اللي عم تنطرح في البرنامج. بنرجع نحكي في طرود الخير بعد ما ناخذ شاعرنا علي الشمري. طيب فقدنا الاتصال. اوجه تحيه اكيد للاستاذه امل حرب، بدي اوجه لها تحيه. سبق وان يمكن منبر وصل صوتك، احنا ما بنحب نحكي عن حالنا، وزعنا طرود خير على الكثير من العائلات، ولكن يعني يمكن في عائله من فتره حكوا معي وانا يمكن زي ما بيحكوا نسيناهم، حكوا طلبوا طرد خير ويمكن ما امكننا ان نوفره. بدي اشكر الست امل حرب اللي اليوم زودتنا بطرد لهذه العائله، تحياتنا لإلها. وبنرجع لموضوع الطرود الخير، الحالات اللي عم تنطرح في البرنامج، الناس اللي محتاجه. هلا اللي بيشوف عيوني انا وزملائنا عم بيزودوني بتفاصيل من المحافظات، بيتم توزيع طرود خير، بيجي مثلا جهه معينه بتوزع 1000 طرد، هلا هدول ال 1000 طرد منهم بيتوزع 100 200 وبينترك الباقي الله اعلم وين بيروح. عدا عن هيك تعطى هذه الطرود لمن لا يستحقها، يعني يا ريت لو ال 200 بتوزعوا بما يرضي الله نحكي فيها وما فيها، لكن كمان اللي حتى
حتى عم بيتوزعوا وعم ينعطوا لناس هم مش بحاجة للمساعدة. يعني حرام الناس برمضان محتاجة لو ودتهم طرد خير في شوية سكر ورز، يعني بيجبروا بخاطرهم برمضان وبيأكلوهم، يعني بيقضوا الحاجة. إما أنت تاخدهم وفوق ما أنت ماخد نصهم ومش مبين الله أعلم وين راحوا، وكمان اللي يتوزعوا ينعطوا للأقربون أو بالمعروف، ما بيصير هذا الحكي. علي الشمري من جديد، مساء الخير. مساء الخير يا مهندس. مساء الخيرات علي. الله يعطيك العافية ربنا. يعافيك، كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. تفضل. عندي مشاركة. طبعا تفضل. أقول اللهم إني صايم. أقول كم لك وأنت تشكي يا عم، هذا خص فيها أبو العبد. كم لك وأنت تشكي يا عم، وكم لك وأنت تبكي وتنوح، ولحد سمع شكوتك أو تألم أو مسع دمعة الوجه السموح. لولا دمعتك ما كنت بتكلم، ولا ذم المزعرة واحكي وبوح، بكل ما يجول بخاطري واشتم وذم، كل مسؤول جالس انتقل لوح، عاجز مقعد وعمى وصم، متمسكن بالكرسي خايف يروح، عسى تروح روحه وزول يعدم، كل مسؤول فاسد ما بمصلوح، للمواطن الضايع اللي صار على الهم ومن كثر همومه أمس مطروح، وكل ممثل فاسد ما يبي يخدم المواطن على ظهره يبني صروح، عليه يرحل والواجب يعدم أو يجيبونه لبو العبد مشبوح، لجل يشفي غليله ويدوسه بالقدم وظن دوسه ما يكفي ويبر الجروح، اللي بأموال المواطن والشعب ينعم وعلى شواط الغردقة ومرسي مطروح، داير بالمراقص ومثل السلوق يتشمشم وبدور الملاهي عطره يفوح، يا ابو العبد ابو العبد له جالس الكم على شواط الفقر يشكي ويبوح، من يزرع الخير ماضن يندم ولا يندم غير البخيل الشحوح. الله الله علي، صح لسانك علي. الله يطول عمرك. علي ابو العبد امبارح اجى عنا على القناه، لا حول ولا والله الله. اني انا لما شفته يعني كل الزملاء، انا اول مره بشوف انسان بهالبساطه، ختيار كبير، زلمه بركه من البركه اللي بتحس انه هذول الناس هم الطيبه والخير فيهم كله. الله للجد. يعني صار بتعرف اعطيناه يعني مبلغ لا يكاد يذكر، والله انه مبلغ يعني ما يعني الله يجبر بخاطر الناس. الله يجزاه الخير. الله لكن الخير لكن الدمعه اللي لمعت بعينه لما اعطيته اياه، هو بيحكي عن حالته وزملاء زاروا، يمكن عواد الغويري زاروا، اكيد انت عندك يعني تصور عن الموضوع. يعني الله يعين الناس. الزلمه قاعد يحكي بيقول لي انا عايش تحت خط الفقر، احنا مش عايشين. جاب بنته اللي كنا بنحكي عن مرضها من فتره معه، والله انا لما شفتها بعيوني انه يعني شيء بيوقف شعر الراس. الله يعين الناس. الله يجزاك الخير انت يا بسرحه. الله يعين الناس. تسلم تسلم علي، وانت الله يجزيك كل الخير ودائما بسعد بسماع صوتك. شكرا علي. شكرا شكرا. تحياتنا اكيد لعمنا الغالي ابو العبد اللي بدي اوجه له دائما تحيه وهو متابع ليوصل صوتك. الله يمسيك بالخير عمي، وان شاء الله انه يعني يكون دائما يعني تمتلكوا الثقه بانه منبرنا ممكن انه يمسح دموعكم ويساعدكم، وان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن. الاخ لجعرات اللي بعت لي بالرساله، اخي كريم هلا موضوع انه يعني انت بدك بت، بقول كلمة بت ولا عشرة شت، انت بعت لي ست عروب في العمرة ولا ما في؟ نخلص من السلافة. خميس احنا عم نشوف حالات في البرنامج، ناس مش لاقي خبز تاكل. هلا انا ما رح يكون في عندي عمرة وابخل فيها عليك، احنا بنطرح حالتك على الهواء. انا قرأت مرة الفاكس على الهواء، الاخ خميس بده عمرة وقدرته المادية لا تسمح له بذلك. اذا في حدا عم بسمع صوتنا خميس، يعني انا هيني للمرة يمكن الثالثة عم بعيد هذا الموضوع، ان شاء الله رح منخبرك. تحياتي للاخت سيران. سيران مساء الخير، شكرا لمتابعتك، وبنسعد اكيد بارائكم ببرنامجنا، ودائما نتمنى ان نكون عند حسن الظن في هذا المنبر اللي هو منبركم قبل ما يكون لنا. ودائما اوجه تحياتي لكل اصدقاء صفحه برنامجنا على الفيسبوك اللي دائما يمكن بيفقدونا وبيتواصلوا معنا فردا فردا، بدي اوجه لهم تحياتي. وابدا دائما بفيصل العمري راعي الفزعه اللي دائما معنا ويعني على اتصال مباشر دائما وإيانا. محمود الرواشد يسعد مساكي، مهندسة عروب قد يعجز اللسان أن يوصفكم بكلمات، لا توفيكم جزءا بسيطا من حقكم، ولكن لا يعجز القلب عن شكركم ومحبتكم، فلا تشكر فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا محمود، ونحن لا ننتظر الشكر، وإنما يعني الواحد بيعمل لأنه بيشوف الناس المسكينة، الناس الغلبانة، الناس اللي يعني على البساطة، وأكيد يعني بيرجعوا قلبه عليهم. الله يعيننا ويعينهم، وشكرا لا إلى
لك على هالكلام الطيب. جوردن لاف، مساء الخير وتحياتي لإلك، واكيد انا كمان اشتقت لك. شكرا حبيبتي. محمد طلال المحميد، مساك سعيد. شكرا. فرح قمق، دائما صديقة برنامجنا، مساء الخيرات فرح. لؤي طلال وركان الحوراني، تحياتي لا لك، شكرا على تواصلك ركان، ودائما تعليقاتك يعني بترسم البسمة على وجهي. شكرا لك.